بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من مقرر إدارة نظم الأجور والتعويضات. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن مفهوم الأجور. الأجر هو المدفوعات الثابتة التي يحصل عليها العامل بشكل دوري مقابل قيمة الوظيفة التي يشغلها، سواء كان ذلك بشكل مرتب شهري أو أجر بنظام الساعة أو الأسبوع أو اليوم. يبقى الأجر ده المدفوعات اللي بتدفعها المنشأة للعمل بشكل دوري، سواء كان شهري أو أسبوعي أو يومي. الأجر العادل. الأجر العادل من وجهة نظر العامل هو الأجر الحقيقي الذي يقيس قدرته الشرائية، أي كمية السلع والخدمات التي يستطيع الحصول عليها مقابل أجره النقدي. والأجر من وجهة نظر الإدارة يعتبر الأجر من وجهة نظر الإدارة عنصر من عناصر التكاليف، لأن أنا لما بدفع للموظفين عندي دي تكاليف، من عنصر من عناصر التكاليف المتعددة في المنظمة. وهنا يحدث التعارض والخلاف حول الأجر كدخل للعامل وكتكلفة للمنظمة، لأن أنا كالعامل عاوز أجر عالي والمنظمة عاوز تخفض التكاليف. في نظريات إدارية كثيرة تحدثت عن الأجور، هنستعرض بعض هذه النظريات. في النظرية الليبرالية في الأجور، في نظرية الحد الأدنى لمستوى المعيشة، ونظرية الحد الأدنى لمستوى المعيشة يرى أنصار هذه النظرية أن مستوى الأجور يتحدد بما يعادل قيمة المواد والحاجات الضرورية لمعيشة العامل في الحد الأدنى. في نظرية تانية، نظرية إنتاجية العمل. فكرة نظرية إنتاجية العمل بقدر الإنتاج وإنتاجية اللي بتطلعها بيحصل إيه العامل على الأجر. في نظرية تاني، النظرية الاجتماعية للأجور، إن يتم توزيع الأجور بشكل إيه يحقق العدالة الاجتماعية. في نظرية الأجور المنظمة، ودي فكرتها إن العامل الفرد في موقف تفاوضي بين مع المنظمة، بحيث إن يحاول يحصل على بالتفاوض يحصل على الأجر المناسب له. في النظرية المركزية في الأجور، ودي نظرية فلسفية اقتصادية، ودي فكرتها إن العمل ضروري، العمل الضروري هو الوقت الذي يصرفه العامل في العمل كي ينتج قيمة المواد، وبالتالي يحصل على أجر مقابل هذا العمل. كده تنتهي محاضرة اليوم، نلقاكم في محاضرة قادمة إن شاء الله. شكرا لحسن استماعكم.